صباح الخير. صباح الخير. أنا آسفة على التأخير يا باشمهندس. لا براحتك، اتفضلي. هو أنت صحيح مهندس؟ هما هيقولوا على اللي يتخرج من كلية الزراعة مهندس. أبقى مهندس. أمال إزاي؟ يعني إيه اللي يمنع المهندس إنه يعبد ربنا أو يبقى شيخ؟ لا لا طبعاً أنا مش قصدي كده خالص يعني. قصدك على الجلابية؟ يعني أصل في مشايخ كتير بيلبسوا بدل كمان. في بس يعني كل واحد يلبس اللي هيريحه. لكن برضو حسب المناسبة والظرف. مش فاهمة. يعني في الفرح مثلا وقتها هنلبس بدلة. هو انت معاك سلاح؟ اصلا اسمع ان الرجالة في الصعيد كلهم بيشيلوا سلاح. لا دلوقتي ما معيش، لكن في بلدنا عندي سلونا كده. طب والستات عندكوا سلاحهم ايه؟ دموعهم؟ لا الست عندنا راجل تحكم عيالها وبيتها، هي وتد البيت وقوته، واحترامها وحبها لراجلها هو سندها. طب والراجل ما بيحبش؟ بيحبها برضه. تأخرنا، تفضلي.